والله بور لو مومون انا بعتبرش على كرة قدم في تويك السيتياسيون اللي فيها الكرة تو الموجودة. انا حاول شوي باش نبعد توقع نحضر في الدرجة الثالثة في التدريب، وان شاء الله معناتها مازلت لي ايتاب الاخر، وان شاء الله ربي يوفقني نتحصل على الدرجة الثالثة ان شاء الله. وبالمناسبة هذه حاب نشكر سي صغير زويتا المدير الفني لجامعة كرة القدم التونسية على المجهودات اللي قاعد يقوم بها، وخاصة معناتها ما قري الكونفينمون وكل شيء قعدنا نخدموا بعد في سير انترنت، وحاب نشكره برشا برشا. الاول فما ظروف ساعات تفرض عليك معناتها باش تكون موجود لاعبك، معناتها لعبت في جمعيه كبيره كما الترجي كما الامبي البيجي كما نادي كره قدم بجريسه، لازم باش تكون متواجد. حاولت نجرب البرنامج تاع الوكيل الاعمال اللاعبين، لكن اشتغلت معناتها عام ولا عامين وبعدك بعدت كومبليتمون على الميدان هذايا، في برشا مشاكل، في برشا كذب، برشا نفاق، وانا ما نحبش الامور هذيا، نحب نبعد هكا. بعدك تفرغت الدرجات نتاعي في التدريب، درجة الأولى درجة ثانية، وتو كنحضر في الدرجة الثالثة. مش نسيت، مي واحد ما يكذبش، خذيت الشانس نتاعي كامل مع تملول مع الترجي التونسي مع المدرب فوزي يوسف الزواوي، لكن ما مشاتش معايا الأمور. الترجي التونسي بون أولمبي البيجي ديما في جمعية تلعب ضدها تلقى ليسباس تلقى، وأنا معناتها جوار مانيش تكنيك، عندي تكنيك كبير برشا لوج على ليسباس، ليسباس هذوك ما لقيتهمش في الترجي. وزاد لقيت ملاعبية كبار، لقيت حسان الكيبسي، لقيت ملاعبية كبار برشا على الزيتوني، معناتها صعيب باش تنجم تقلع بلاستك. حاولت ما نجحتش المرة الأولى، لكني ما أيستش معناتها، بالعكس قعدت نخدم في صمت نخدم، وكنت واثق اللي ربي معناتها بالتعب هذاك باش ربي باش يوفقني. وكانت الديكليك نتاعي ماتش تيسكير معناتها في الكوب دافريك دقيقة معناتها دقيقة 90 سجلت هدف الترشح، وبعديك خذيت نسق مباريات وبديت أساسي في الترجي التونسي. والله يا ريت معناتها ريت السنة هذيك تقعد لي ديما راسخة في مخي دي. وفي في ماتش في الروتور بو احنا قاعدين في ريونيون عمل بينا سيد سمشيبوب رئيس الرجل التونسي اجتماع، وقالنا اللي ما يمنش اللي يحمش الشامبيونات يساك ويخرج. والله العظيم معناتها بجنب اسكندر سويح بجنب خالد بدره قعدنا نخزروا بعضنا ونضحكوا، هنا سيت بوا والتوال توال جمعيه كبيره وملاعبيه كبار، قيس الغضبان جمعيه كبيره برشا. وفيكتيفمون معناتها قعدنا نربحوا ماتش بالماتش بالماتش بالماتش، جا ماتش الاتوال في رادس اللي كان مباراة مصيرية بالنسبة لنا، ربحنا معناتها بونتو في دقيقة 90 3-2 ربحنا. وهذيك معناتها والعزيمة الملاعبية معناتها كانت لحمة واحدة، كنا ملاعبية كنا عندنا اوبجيكتيف اللي هو شامبيونا باش نحب نفرحوا الجمهور نتاعنا. فيكتيفمون معناتها ربي وفقنا وهزينا الشامبيونا هذيك مع المدرب الممتاز دي كاستيل. بطبيعة الترجي هذيك جمعيتي وحبي لول والاخر معناتها مع احترامي لجمعية الاخرين اولمبي البيجي خدم بجريسه زاد اللي اعطتني برشا، اولمبي البيجي كيف كيف ما ديما نقعد الترجي الى الابد، معناتها جمهور الترجي جمهور كبير برشا، وجمعية اعطتني برشا باللي نعطيها وشوي، صدقني باللي نعطيها وشوي. جمعية كبيرة وشوف حتى معناتها ليموسيون معناتها ما نجمش نحكي على الترجي، ما نجمش نحكي عليه. معين شعباني من احسن الكفاءات التونسيه، معين شعباني من اللي كان يلعب معايا في الاسبيرونس، ديما يدخل في نقاشات مع المدرب يدخل مع رئيس الجمعيه، ديما يقول له يا معين اسكت، نقول له راه يجي نهار انت باش تولي اونترنور كبير، يقول لي يزي مورا، نقول والله باش يجي نهار وتولي مدرب كبير برشا. افكتيفمون معناتها معين عنده لي كاليتي تاع مدرب كبير، زمن الترجي قاعده موفرت له لي كونديسيون كلها، وسي حمدي معناتها موفر له الظروف كلها، عطاه الحظ معناتها باش يكون موجود في الترجي ويستاهل الامور هذه. معين لازم ندعموه، الناس الكل لازم نقفوا معاه، جمهور الهيئه المديره الملاعبيه، ايه فما برشا تجني على معين، وساعات تشوف معناتها يعمل لك دي فيكتوار دو سويت ويعمل ماتش نيل، من حقهم الجمهور باش يتغش ولا باش يلومهم، لكن تويكا مثلا بالظروف الحاليه الموجوده ليفيكتيف ما نكذبش عليك معناتها ليميتي. معين يخرجوا له 6 ولا 7 ملاعبيه من فريق من الترجي التونسي هذا الشامبيونز ليغ، كيفاش تحبوا يتصرف الزبد البشري الموجود؟ ما لقينا فما دي جوغ معناتها
بيان اتيدي معناتها اللي جاو الاسبيرونس كل معناتها دو فالور شويه وقت هكا وزلنا نصبروا معناتها فما اوبجيكتيف مواي ما تنجمش تعمل الاوبجيكتيف نتاع 3 اشهر ولا 4 اشهر بالعكس نشجعوها على الاوبجيكتيف نتاع طويله المدى 3-4 سنين علاش لا بو معناتها ريفليكس والله وليد عزيز هو اللي عمل الشو معناتها في في في, في المباراه هذيك وقت اللي مسيتها انا بيدي والله مانيش بالعاني معناتها حتى لما حطيت يدي معناتها مش بالعاني مي مسيت لي في في اسفل يدي معناتها وقت اللي ضربت لي ضربت مشات الكورنير وقت اللي انا دخلت التونيل قابلت الاربيت يحكي بالفرنسيه قال لي معناتها مسيتها بيدك قلت له مسيت قال لي كيفاش معناتها من يدك تمشي للكورنير فهمتني هذاك عليه هو اللي غلط الحكم في الوقت هذاك وزاد وقت جاني وليد عزيز عنقني وكل شيء قال عدينا عليه مي والله ما جي با في اكسبري معناتها وكانت معناتها منعرج في المباراه هذيك خرج عماد المهذبي وبعديك ربحنا معناتها ضربه جزاء وترشحنا الدور النهائي اللي خسرناه ضد الترجي الجرجسي بو معناتها المباراه هذيك حتى كان عماد بنوس بجنبي ما كنتش نتصور اللي عماد عماد فما ملاعب من الاسماعيلي دزو جاني انا في الظهر بعديك طحت انا على يدي صارت لي لوكساسيون تكون معناتها خرجت من با معناتها 5 دقائق في المباراه هذيك وكنت والله معناتها في الكلينيك وكنت نتبع في المباراه قلت لهم تعملوا لي حتى شيء حتى نشوف شنو تشوف المباراه مالوريزمون معناتها ما ربحناش المباراه هذيك وموش مرادك هو معناتها نهارتها ما كناش ناس كلها معناتها في فورما والاسماعيلي الوقت هذاك كان خير منا خير منا فرانشمون معناتها يستاهل باش يترشح للدوري اللي بعده بو معناتها انا مشيت معناتها البولتون وكنت من اول الناس اللي مشاو لانجلتير معناتها مع المانجير نتاعي اللي كان سامي العبيدي اللي انسان طيب برشا وانسان عمل معايا الباهي برشا في لانجلتير قعدت لمده شهر غاديكا ومعناتها مش قمت بالاختبارات معناتها يعرفوا بولتون اللاعب هذايا وحكاوا لي عليه ومعناتها المدرب معناتها كان معجب بيا برشا وحضرنا لي كونترا وحضرنا كل شيء مالوريزمون معناتها ليسبيرونس زون ريفيزي معناتها الكونترا هذايا قبل ما حتى رادي الجعايدي ما يعرفوش الجمله رادي سليم شيبوب معناتها رفض كل لطف قال لي مراد الترجي ونحب نلعب الشامبيونز ليغ وانت معناتها لازمك تكون موجود على الاقل باش معناتها برمي ليفيكتيف باش ننزلوا به الشامبيونز ليغ كان عنده اوبجيكتيف وسليم مع الترجي ما يعرف شيء قلت له سليم راهو هكا وهكا خلينا نمشي نحسن ظروفي منا قال لي لا با كيستيون بولتون جابوا العرض الاسبيرونس سليم معناتها شاف اللي هو العرض مش مناسب في قيمتي انا رفضت بكل لطف وكل شيء كل واحد ياخذ يكتب له معناتها الحمد لله معناتها بالعكس مانيش نادم اللي كملت في الترجي التونسي ولعبت من الدقيقه الاولى دقيقه 90 كنت تعرف الناس الكل لعبت بقلب ورب كما نقولوا ساعات لعبت تقول مراد علاش تلعب هكا نقول لهم معناتها هذيك واحد سليم امن بيا اللي جابني الاسبيرونس مالغري برشا عباد ما عملوش كنت باش نمشي للنجم الساحلي كل شيء بالكتبه بعدك غيرت الوجه نتاعي لونتوراج لقيت رادي عادي كيب ناسيونال شكري خالد بدره ملاعبي كبار سراج الدين الشيحي حسين الناس كلها نصحوني بالترجي وريت الكومبورتمون تاع سليم مع الملاعبي هذوما معناتها في الاستاج كيب ناسيونال معناتها زدت انا بطبيعتي اسبيرونتيست معناتها قلت سي لوكازيون جامي معناتها نمشي للاسبيرونس سيسليم بو ماهوش الفتى المدلل كما يقولوا برشا عباد بالعكس سليم نحب نشكره معناتها اللي عطاني شانس باش نكون موجود في الترجي وزاد نحب نشكره على حاجه اخرى اللي وقت الناس كلها بعدت عليا في العامين هذوكم اللي صار الفيد هذاك واللي ما وقف معايا وديما سوتيا معناتها مغار ديما يكلمني ديما يقول لي مراد راه عندك لي كاليتي وان شاء الله باش تنجح ديما عندك لي كاليتي وان شاء الله باش تنجح اللي النهار علاش انا ريكونيسون معناتها ما قري مثلا فما برشا اختلافات برشا عباد يقولوا سليم منا سليم منا مي سليم تحكي معاه ويحب الكومونيكاسيون يحب شكون يحكي معاه يحب شكون زاد يدافع على حقه فما برشا جوارات زاد راهم يخافوا فرونشمون معناتها مي نوز با معناتها مش كلم بريزيدون نقول له مثلا من اللاعبين نقول له بلا كلم مثلا سليم قول له مثلا راه هاك حاجتي حال مي نوز با معناتها باش يكلموا سليم بون معناتها انا نقعد ديما معناتها نستكثر خيره مش على حاجه لانه وقف معايا وقت الناس كلها هربت علي
بيع شكري لابن المدلل شكري بتبيعه وزيد جا اسكندر السويح معناتها ولو زوج ابناء مدللين معناتها واحد ما ينجمش معناتها اسكندر السويح قيمه ثابته واي نادي واي رئيس جمعيه يتمنى يكون اسكندر السويح معناتها موجود في الترجي. سليم عمل لامبوسيبل بجيب اسكندر معناتها حتى قبل ما مشاكل منا ومنا كانت الاوبجيكتيف نتاعو يجيب اسكندر السويح يكون موجود في الاسبيرونس. واسكندر معناتها ملاعب كبير وعملنا معناتها باركو كبير برشا وطياره برشا عملنا جو زاد كبير برشا انا وياه وجوهر مناري هب نشكر وخالد بدره وسراج وملاعبيه كلهم معناتها في الترجي التونسي. زياد من حقه باش يصرح باش يتكلم الكلام اللي يقول فيه، مي باش نقولوا حاجه اللي الاسماء الموجوده في الوقت هذاك في الترجي التونسي عمالقه كبار معناتها شكر الواعر خالد بدره سراج النشيحي حسان الجابسي ملاعبيه كبار، ما فما حتى انسان نجم يشكك في تيتر من التيتريات تاع الترجي التونسي. واحنا اذا كان ربحنا تيتر وربحنا بعرقنا يمكن تويكا فما برشا عباد يجي يقول لك لا سليم شيبوب مشى خالد سليم شيبوب هزينا بعزيز زهير هزينا دوبلي مشى عزيز زهير هزينا بسي حمدي المدب. ما الترجي بطبيعه كل انسان ناجح راه فما ناس مثلا باش تغير شويه ومن حقه زياد باش يدافع على حق نجمه الساحلي، لكن مش من حقه باش يشكك في 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 القاب الترجي التونسي. محمد امين نفسي كلاعب هو ملاعب بيعجبني برشا وديما ندافع عليه ديما نقول ملاعب هذايا عنده لي كاليتي باش ينجم يكون بارمي لي ميور باش يكون في جمعيه كبيره باش يكون في المنتخب عنده لي كاليتي الكل. مشكلته المشكله الوحيده اللي عنده هو مونتالمو معناتها لي فراجيل الملاعب هذايا. وفي الموضوع هذا معناتها كلمني وكلمت بكل لطف سي رياض بن نور حكيت اتصلت بيه وقلت له راهو امين عنده اوفر وكل شيء، قال لي ما فما حتى مشكله نكلم قبل ما نكلم رئيس الجمعيه باش نكلم المدرب كان فميك فوزي البنسرتي اتصل بالمدرب شوف انت البروفيسيونيل نتاع رياض بن نور معناتها فما واحد اخر يقول لك باهي شوف وتصرف ليه، قال لك انا نكلم المدرب وبعد نكلم المدرب نكلم البريزيدون. ايفيكتيفمون كلم المدرب اللي كان فوزي البنسرتي قال له حاجتك بالملاعبي هذا ولا لا؟ قال له لا ما حاجتيش به. بعد اتصل بالبريزيدون طلب بعد كلمني رياض قال لي فسخ العقد نتاع الملاعب هذايا 50,000 دينار. قلت له انا باهي اوكي فما حتى مشكله معناتها نجم انا نكون ضمان معناتها سواء بشيك ولا ملاعب هذايا. قال لي اكونديسيون ما يمشيش للجمعيات الكبار الاخرين. قلت له باهي اوكي. اتصلت بالملاعب قلت له هكا وهكا الملاعب رفض قال لي نحب نمشي للجمعيه نحب عليها. باش نقول انا معناتها رياض شرس في الدفاع على الترجي التونسي. وانا نقول السيد رئيس الجمعيه السيد حمدي المدب اللي يمكن جاب برشا ملاعبيه انتدابات قيمه وانتدابات ناجحه ونقول له من احسن انتدابات اللي عملتها في حياتك اللي هو رياض وجود رياض بن نور على معناتها فريق الاكابر. ورياض معناتها انسان تطلبه الاربع تاع الصباح يكون موجود تطلبه في الليل موجود عائلته معناتها ما عادش لاقيه الوقت باش يكون مع عائلته. عائلته ولا الترجي التونسي كل شيء ملم بالصغيره والكبيره. صابر خليفه معناتها قبل ما يكون انا مناجير نتاعو صابر خويا وعشره عمر مع بعضنا ولليوم الغدوه ديما معناتها صابر يقعد خويا الصغير. صابر معناتها انا مانيش وكيل نتاعو بالعكس انا الكونسيي نتاعو اكثر من نكون الوكيل. صحته في برشا حاجات والحمد لله معناتها مشى لمارسي معناتها مع كادير وستيفان كانار وكنت انا موجود معاهم بصفتي معناتها نوبل الملاعب هذايا. بون معناتها صابر ما خذاش الشونس نتاعو كيما يلزم في مارسي. معناتها صابر في الماتشات الكبار ديما صابر يحطوا صابر معناتها نقدوا كومبيتيسيون ديما يحكموا عليه في لي ماتش شامبيونز ليغ ضد فرق كبار برشا. مالوريزمون معناتها صابر ما حبش يكمل في مارسي ماغري معناتها عنده مبالغ كبيره معناتها في مارسي خير باش يكون موجود في النادي الافريقي. قلت له انا فهمت. بعد ما والله صابر اكثر حاجه كان يحب يمشي النادي الافريقي معناتها فرونشمون معناتها ما كانش صاروا هكا انسيدون ولا حاجه في الترجي ما حبش يعاود يرجع حب النادي الافريقي. وصابر
ماجري جاو برشا عروض، لو حتى دارنيرمون معناتها نقول له صابر بان مش يحسن، زيد تحسن وضعيتك، جا عرض في لبنان، جا عرض في السعوديه. صابر يقول لك لا، النادي الافريقي الشوا نتاعو. صابر معناتها كيما الحوت كي يخرج من النادي الافريقي صابر يموت، فهمتني؟ وبالمناسبه هذه معناتها ان شاء الله النادي الافريقي يرجع فريق نحبوه، فريق تحبوا الناس كل. معناتها انا في عائلتي معناتها فما شكون يحب النادي الافريقي، فما شكون يحب الترجي التونسي. معناتها النادي الافريقي لازم ديما يكون موجود معناتها مع الكبار، وان شاء الله ربي معناتها يعدي الازمه هذه على خير ان شاء الله. محمد الجيزاني يعرف اللي هو اكثر انسان دافع عليه باش يكون موجود في 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 الاولمبي البيجي هو انا واول. ومعناتها محمد يقعد كي خويا ويغلط ولا نغلط انا، معناتها احنا معناتها عشره تاع عمر مع بعضنا. وذي كرة قدم معناتها ماهيش معناتها تاريخ باش توفى معناتها كل شيء. معناتها بالعكس محمد صاحبي وخويا لليوم وغدوه. يمكن عملت ديكلاراسيون وشو معناتها هو كان هكاك، معناتها نقول له محمد عفى الله وعما سلف، انا راني عمري من معناتها من شد بالعكس معناتها محمد يقعد كي خويا. بالنسبه للاولمبي البيجي، اولمبي البيجي تويكا قاعد على خطى معناتها ثابته باش يتعدل الناسيونال ا. ونحب نشكر معناتها الملاعبيه ونشكر المسؤولين القاعدين موفرين لي كونديسيون الظروف الكل باش يكون الاولمبي البيجي في ستاج. تويكا محضرين له ستاج وبريباراسيون باهيه، وان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله الخير هو اللي يطلع الناسيونال ا.